سموه كان نقطة مضيئة ضمن الخارطة العالمية، والجميع يعلم ويعرف كم ما قام به سموه اتجاه القضايا الإنسانية، ولهذا السبب سمي بأمير الإنسانية. اليوم الكويت وهي يعني تعزي نفسها وتعزي الأشقاء والجيران على هذا المصاب الجلل، تعلم أن هذا النهج باقي ليستمر بشخص سمو الأمير الحالي الشيخ نواف الأحمد. الآن الشيخ صباح مثل ما تفضلت هي ما يقارب 7 عقود من العمل، بدأها كما يعلم الجميع وهو في مقتبل العمر بالعشرينيات من عمره، عندما أظهر إنسانيته بذاك الوقت المبكر، استلم وزارة الشؤون، نظر بحسه الإنساني للكويتيين العايدين من البحر ومن القوس ومن الصحراء، بدأ بالكلية الصناعية لتأهيلهم، بدأت قضايا مثل حقوق قضايا الأطفال، رعاية النساء والأطفال هو من بدأها بال50s، بدأت كذلك في ذاك الوقت قضية الاهتمام بال المحيط العربي الخليجي والعربي عبر هيئة الجنوب والخليج العربي، اهتم لم يعتقد للحظة أن هذه الثروة هي فقط ثروة للكويت، وبالتالي اقتسمت جزء من الثروة مع الأشقاء، وجدناها لاحقا، كل ما زرعناه وكل ما زرع سموه حصدنا لاحقا بألف شكل وشكل، منها اللي تفضلت فيه اليوم اهتمام العالم أجمع. يمكن أنا هذا اللقاء ما أدري 8 9 اليوم من محطات عالمية وفضائية طلبوا اللقاء حول إنجازات سموه، ولا شك أنه هذا الأمر ما تم إلا بالنهج اللي أخذ سموه ووضع بصمة واضحة جدا ومضيئة للكويت على الساحة العالمية.